السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدير أنا أخوتي بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. الموضوع اللي جيت نخوض فيه هاد النهار أخوتي المغاربة موضوع مهم كيهم الجميع، كما بغيتي تكون كبير ولا صغير. إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف أوضح بعض الأمور التي يجهلها العديد بحال العادة، ونجاوب بزاف ديال الناس، ويعني وشديت بزاف ديال التناقضات على الناس. بحال العادة كنجي نوضح للناس، كنور عباد الله هنا في هذا المنبر ديالي المتواضع. انا منين كنحل الكاميرا كنجيب للناس الجديد، ميمكنليش نجي ونتكلم من فراغ، غير كنجي وكنحل الكاميرا ونبدا غير كنخطب على الناس ونعطيهم الخاوي. الا ما عجبتكش الحلقه دير ديزلايك بحال العاده كنقول، هادي ما انا في الفيديو ديالي. كلكم على علم بالخرجه التاليه ديال نبيله منيب، هذيك الامينه العامه ديال الحزب الاتحادي الموحد، شكوا رفعت دعوة للمحكمة الدستورية باش تطعن في ذاك القرار اللي خداته الحكومة بديال فرض جواز التلقيح. أنا جيت هنا نهضر حتى على هاد القضية هادي ديال فرض جواز التلقيح على المواطنين، وبغيت ننوركم حتى في هاد القضية ديال، حيت الناس الأفكار ديالها مشتتة، بغيت ننوركم في هاد القضية ديال التلقيح ديال هاد اللقاحات كلهم، باش تفهموا بزاف ديال الأمور اللي العديد ديال الناس كيجهلوها بخصوص هاد المشكل هذا. العديد ديال الناس خرجوا وتطرقوا لهذا الموضوع، ولكن ما تطرقوش للنقط الاساسيه وما شرحوش للمغاربه بطريقه واضحه وسلسه، حيت المغاربه الافكار ديالهم مشتته مساكن، خصهم يفهموا الموضوع. حيت كاينين شي ناس قال لك بان الدوله ما كتحملش المسؤوليه ديالها الا درت انا التلقيح ومت، ما عنديش غارانتي الكارونتي. اللي بغيت نقول لكم اخوتي وهو هذا الشيء هذا يسري التحلع على الدول المتقدمه، راه حتى في امريكان وفي الطاليان وفي بلجيكا وفرنسا والسبليون راه ماتوا الناس بالتلقيح، لان ما ناسبهمش، حيت ما استشروش مع الطبيب ديالهم، حيت كاين الناس اللي فيهم الحساسيه ومشاو داروا فايزر وماتوا مساكن. التلقيح ما ناسبهمش، هادشي كاين حتى في الدول المتقدمه، غير باش تفهموا هاد المعلومه، ماشي غير في المغرب، راه حتى الدول المتقدمه ماتوا فيها الناس. سحاب لكم راه غير في المغرب هادشي هذا. الرساله اللي بغيت نوصل بخصوص فرض جواز التلقيح على المغاربه، ان هذا المشروع ما غاديش ينجح 100%. علاش؟ حيت حنا مازال ما وصلناش لواحد درجه الوعي، وديما كنهضر على هذا الشيء. وقضيه اخرى ان 40% حتى 50% ديال المغاربه لا يتوفرون على سمارت فون، على التليفون، فين غيديروا لابليكاسيون. وثاني حاجه ان المغاربه العديد منهم ما كيتقبلوش باش تجي تدخلهم في الحريه ديالهم وتفرض عليهم شي حاجه. يعني كي غديروا؟ واش تحطوا حدا اي واحد مخزني؟ مثلا غنعطيكم واحد القضيه باش تفهموا، نعطيك غير نفسر لكم الامور بطريقه سهله باش تفهموا واضحه. ما عندهمش سمارت فون تليفون، تافو دي غادي يجيبوا الورقه، غتكون عنده الورقه، منين غيجي غيقول له نسيت الورقه في الدار، واش ما ندخلش انا ناكل؟ غيدابز معاه في الباب ويقول له انت ماشي من حقك توقفني، واش انت مخزني؟ واش انت بوليسي؟ الصداع غينوضوا المشاكل، حيت مازال ما وصلناش لواحد الدرجه ديال الوعي، وحنا غير الصف ما كنديروش مقاد. كاين العديد ديال الحلول البديله اللي تقدر تعوض جواز التلقيح، حيت كي قلت لكم ما يمكنش ينجح جواز التلقيح 100% في المغرب. انا غنقول لكم ونفسر لكم علاش. غتفرض جواز التلقيح على الناس اللي داخلين السبيطار، المغاربه ديما مرض، ديما هما كيمشيو للسبيطار، السبيطارات عامرين، واش غتبقى داويهم في الشانطي الزنقه؟ غدير الخيمه على برا وتعيط للاطباء يخرجوا من السبيطار يجيو لعند هذوك اللي ما عندهمش جواز التلقيح يداويوهم في الخيمه برا، حيت المغاربه كلهم كيرحلوا ملي كيمشيو للسبيطار كيديروا رحله وحده. الا كانت مثلا الام مريضه كتمشي معها الربيبه والعم اللي جا عندهم ضيف وسليفهم والجاره والجار، كلشي كيلبس الجلابه ديالو السباط كيمشي للسبيطار، ملي كيدخلوا 10 الناس كيصحاب الكراهم 10 بهم مراد، كيقول لك لا راه غير واحد هذاك اللي مريض، وشكون انت؟ انا يا راه جارهم وجا معاها، انا راه سليفها، كلشي كيديروا رحله وحده للسبيطار، كيفاش غتتعامل انت مع هاد العشره ديال الناس؟ انا عطيتك غير مثال بسيط، جايين للسبيطار، واخا انا راني عارف بان السبيطار كله راه مضروب حتى لزداك هذاك، واش كلهم هذوك عندهم جواز التلقيح؟ ما عندناش، قلت لكم مازال ما وصلناش لواحد درجه الوعي يا عباد الله باش نفرضوا جواز التلقيح على المغاربه، لان ما جواز التلقيح كيتفرض هنا في اوروبا، لان الناس فيهم لا ديسيبلين، كل العديد ديال الناس يعني ما عندهمش الوقت خدامين، الشانطي كتمشي فيه كتلقاه خاوي ربعه ديال الناس اللي غاديين في الشانطي. المغرب الشانطي عامر، القهاوي عامرين، الدحاس السويقه عامره، السوق عامر، فين ما مشيتي كاين البشر،
صافي ديغ ما غاديش ينجح 100% قلت لكم جواز التلقيح، حيت حنا مازالين عايشين في عصر الورقه، مازال ما دخلناش في المونديالزاسيون في العولمه 100%، حيت العديد ديال الناس غايقول لك انا ما عنديش انايا التليفون، عندي الورقه، الورقه نسيتها في الدار، المقدم ما سناليش، الشيخ ما جاش، القايد ما كاينش في البيرو. مازال عندنا يعني هاد المشاكل هادو في المغرب اللي يعني كنعانيو من هاد المشاكل الاجتماعيه والاداريه كنعانيو منها، مازال يعني حتى نوصلوا لواحد الدرجه ديال الوعي نقولوا من هنا واحد 10 سنين ولا حنا غاديين في الطريق الصحيح الحمد لله، عاد ديك الساعه نسنوا قوانين ونفرضوا قوانين بحال اوروبا، حيت جواز التلقيح تفرض هنا في اوروبا، ولكن حنا دوله ناميه، اش من علاقه عندنا حنا باوروبا؟ ما عندناش نفس القانون، ما عندناش الشوماج، ما عندناش لاكاف، الناس ما كيتخلصوش، ما عندهمش اعانات، فهمتوني؟ هذا هو المشكل اللي كاين. داكشي باش قلت لكم انا ما غاديش ينجح 100%، الهضره اللي كنقول لكم هي اللي كاينه. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف ستتم عمليه مراقبه الناس اللي عندهم الجواز من اللي ما عندهمش الجواز؟ كي غديروا لهذا الشيء هذا كيفاش؟ ما فهمتش انايا، واش غديروا في كل قهوه بوليسي ولا مخزني؟ ما يمكنش، امبوسيبل باش تنجح هاد القضيه هادي، قلنا لكم لان الشعب مازال ما وصلش لواحد الدرجه ديال الوعي. واحد المساله اللي جيت هاد النهار اخوتي نوركم فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يقدرنا على ايصال المعلومه على احسن وجه، حيت العديد ديال الناس الافكار ديالهم مشتته بخصوص هاد الشيء اللي غنقول دابا، وغنشرح لكم بطريقه بسيطه وكل شيء غادي يفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد السيد خرج في واحد الفيديو وهضر وقال بان درت التلقيح وتسبب ليا في شلل، في شلل نصفي. انا نشرح لكم اخوتي وغتفهموا. خصكم تعرفوا بان التلقيح اللقاح كيتحفظ في واحد الفريغو اللي كتوصل درجه ديال الحراره ديالو ناقص 40 درجه حتى ناقص 50، باش تفهموا هذه القضيه هذه. والدليل على كلامي انا اللي كنقول دابا وهو ان امريكا اكبر قوه اقتصاديه في العالم وما عند توفروا لهاش داك الشروط وداك لي كونديسيون وخسر لها اللقاح ولحتو في الزباله. واحد القضيه اللي كيجهلها العديد وهو ان اللقاح ملي كيكون محفظ في واحد درجه الحراره ديال ناقص 40 عنده واحد الشروط معينه، ما خصوش مثلا يفوت جوج ديال السيمانات في الفريغو، الا فاتها كيفسد. هذا الشيء اللي طرى لهذا السيد هذا، وربما طاح في شي جرعه فاسده هي اللي سببت له في ذاك المشكل. غنشرح لكم بطريقه مبسطه اخوتي وكل شيء غادي يفهم. ملي كيكون عندك واحد البلاطو ديال البيض وكتحطو فوق الثلاجه كيدوز واحد الفتره معينه كترجع لعندو كتلقاه خسرو فيه ثلاثه ديال البيضات، البيض كله صالح الا ثلاثه ديال البيضات اللي خسرو، كتطرح تساؤل على راسك كتقول ما يمكنش، علاش هاد ثلاثه ديال البيضات خسرو والاخرين ما خسروش؟ حيت هذوك ثلاثه ديال البيضات ربما كانوا جهه الشرجم والشمس كتدخل وضرباتهم الشمس وخسرو. المقصود من الكلام ديالي اخوتي وهو انه حتى في الدول المتقدمه راهو توفوا الناس باللقاح، ربما لان الزهر ديالهم طيحوا مع شي جرعه فاسده، ربما لان الصحه ديالهم لا تتماشى مع اللقاح. واللي بغيت نقول هنا والرساله اللي بغيت نوجهها لكم، قبل ما دير اللقاح سير استشر مع الطبيب ديالك، حيت كاين اللي كيستهن وكيستخف بالمرض اللي فيه، مثلا كيقول انا فيها غير الحساسيه مرض عادي، وكيخاطر براسو كيلقي براسو للتهلوكه وكيمشي كيدير اللقاح وكيتوفى مسكين، لانما داك اللقاح لا يتماشى مع المرض اللي فيه هو. خير الكلام ما قل ودل اخوتي، اظن انني قلت ما فيه الكفايه وصححت بعض المفاهيم الغالطه. كنتمنى لكم نهار سعيد اخوتي، الى حلقه قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم.